السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب الجميع يكون بخير. اللهم أمين. النهاردة بقى هنقدم موشح. أيوة. من الموشحات القديمة الجميلة. البسيطة واللي إيقاعها مش بسيط. إيقاع شيك. هو مش بسيط بالنسبة للبسيط. يعني البسيط 3-4-2-4 ولا مركب عادي. ده مركب ولا مركب عادي. ده مركب مزجي. ايقاع 7-8. دور اسمه دور هندي. ايقاع دور هندي. ايقاع دور هندي او ضرب يسمى ضرب برضو. ضرب الدور الهندي. طب بيقول ايه بقى؟ قوله بالمرة كده. اتفضل سعادتك. قوله. تم تك تك تم تك اس تم تك تك تم اس تك اس. ايقاع الدور الهندي الجميل ده. حلو. ايوه. طيب موشحنا. موشحنا شاغلي بالحسن بدر. الله. شوف شوف العنوان. كل ما فيه جميل. الله. قد سبى عيني جمالا فهو شرقي أصيل. الله. جل من أولاه حسنا فهو في قلبي مقيم. طبعا هو في مقام النهاوند. هو طبعا من كلمات الأستاذ عبد المجيد عبد الفتاح مصطفى. أيوة. وألحان عبد قطر. نعم. استاذ عبد القطر على فكره من ملحن موشحات كتير وعمل حاجات جميله جدا. اغلب الموشحات فعلا. جميل. ومقامنا يا سيدي الفاضل مقام النهاوند على درجه الرست اللي هو الاصلي. يعني اللي هو الاصلي يعني بيقولوا كده بقى. انا كده عملت السي بي كار اللي هو النهاوند ذو الحساس او النهاوند الكردي. دو ري مي فا صولا سي دو. سي بمول. نعم. او سي بي كار. اتفقنا ان هم كانهم مقام واحد وكيان واحد. فعلا مقام واحد. نسمع كده الدخول بتاعه عامل ازاي. طيب عاملين مقدمه كده من عندنا صغيره اللي هي دي. I'm sure.
بس هو في حاجه طبعا نسيها يعني. لا بس هرمونيات الهرمونات حلوه ما شاء الله، الهرمونيات حلوه، وكمان الكروماتيك اللي انت عملته بين السي بي كار والسي بي مول ده اللي هو لذيذ حلو. طيب نحلل. نحلل المقطع الاول خالص، الموسيقى دو نقول سولفيج ونحل. نعم دو دو ري مي فا صول مي فا مي ري دو 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 ري مي فا صول لا سي دو دو ري مي فا صول لا صول فا مي فا مي ري دو دو مي ري سي دو صول دو. ايوه اجمالا كده المقطع كله في مقام النهاوند الذو الحساس. أيوة. او الحجازي، النهاوند الحجازي. نعم. على اساس ان هو بيعمل حجاز على النوى. وما فيهوش اي لمسات اخرى. نعم. طيب الغنى شابلي دو سي ري دو سول دو ري مي ري دو دو سي دو، برضه في الايه؟ لسه في الحجازي او يعني معانا السي بكار. نعم. من اول هنا بقى سي ري دو سي لا سي لا سول لا سول فا مي فا مي فا سول، عمل سي بمول كده، عمل كورد على ايه؟ على النوى. دو سي سي لا لا سول سي لا سول، اللي هي المقطع بيقول يا لا 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 لا. دو سي سي لا لا سول سي لا سول سي لا لا سول سول فا لا سول فا، سيكونس حرفي، جمله قالها مره من الدو وبعدين قالها من السي بمول وبعدين قال يا لالي، هنا عمل عربه صبا من الفا صول بمول. نعم. اسمها العربه دي اسمها عربه صبا. يا لالي، وعربه الصبا دي بتودينا للمس فرع من فروع النهاوند المرصع، اللي هو النهاوند المرصع. نعم. ان هي مجرد لمسه يعني، مش باكد هو مش قاعد فيه كتير ولا حاجه، هو مجرد لمس. ايوه هي بتبقى لطيفه يعني. وبعدين يعيد اللي اتقال ده هيتقال مره تانية حرفيا، واخر مقطع اللي هو بيقول دو دو سي دو ري مي ري دو سي دو سول دو دو سي دو ري مي ري دو سي دو فا فا مي مي ري مي فا ري دو ري مي دو 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 سي لا سي دو ري مي ري دو. طبعا هنا بدأ يستخدم جنس الأصل بس في الطبقة الحادة فوق على كردان، يعني عمل نهاوند على كردان دو وري ومي بمول وفا، وزي ما قلنا قبل كده عشان اقدر اجيب الفا من وضع الاول في العزف على مسطره العود لازم احرك ايدي كلها نص تون واعمل ريبليس لكل صوابعي، يعني اللي كان بيعزفه الصباع الثاني يعزفه الصباع الاول، واللي كان بيعزفه الصباع الثالث يعزفه الصباع الثاني، فهو يعني هرحل الترقيم كله. ايوه هرحل الترقيم كله، بدل ما كان 1 2 3 4 هزود نص تون يبقى 1 2 3 4 بالشكل ده، يبقى الري بالاول والمي بمول بالثاني والفا بالرابعة. فا فا مي مي ري مي فا ري دو ري مي دو 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 سي لا سي دو ري مي ري دو. طب نوضح بقى دي. دو دو سي لا دو، هنا عمل كان بيعمل طرز جديد يعني. دو سي بيكار لا بيكار سي بيكار برضو ودو. طرز جديد اللي هو الجنس الثاني من مقام النهاوند لما يبقى عجم، يكون عجم على عجم على الصوت. وبرضه هو لمس. لانه ما اكدوش. لا طبعا. حتى في الغنى ما اكدوش، لانه قال ايه؟ قال جا لا من ري دو ري دو سوري دو سي دو ري مي فا مي ري دو
كل اللي عمله هو بس السي بي كار وفوق عامل نهاوند نهاوند الدو او الكردان، وبعدين بيرجع لنفس الجمله دو سي سي لا لا سول دو سي سي لا لا سول سي لا سول سي لا لا سول سول فا لا سول فا فا مي مي ري مي فا سول مي دو دو ري مي فا سول لا سي دو فا سول سول فا مي فا مي ري دو فا سول مي ري دو. جميل جميل، انت اللي جميل والله، لا انت اللي جميل الحلو الموشح ده كمان. ما اعتقدش في حاجه تانية ممكن تتقال فيه، هو يعني بس ممكن يبقى عنوان للنهاوند. نسمع لما نسمع الموشح نقدر نستكشف منه ان النهاوند، نقيس عليه النهاوند. لو سمعنا اغنيه بره في مقام النهاوند نجرب كده نغني ده معاه، وانت لو الود موسيقية اصلا هي بتقرب لوحدها من غير ما تحاول تجرب يعني. بس نوع من انواع اللي هو التقارب كتدريب يعني للمستمع الجديد، على اساس انه يحاول يتعرف على الالحان ويحاول يتعرف على المقامات والاجناس. طيب في حاجة تانية عايز تقولها؟ لا سيادتك، انا كده هنقل سؤالك كده كده سؤالك 15 دقيقة وبتاع. ماشي سعادتك، انا كده خلصت اهو، انا عملت اللي عليا. احسنت يا استاذ شريف، ربنا الله يكرمك. انت كالعادة بقى زي ما بنقول في اخر الحلقه، يا رب تكونوا استفدتوا من اللقاء اليوم، وما تنسوش الاشتراك في القنوات بتاعتنا، قناه الاستاذ شريف وقناه افتكاسات الفنون وقول ميوزيك سكيلز وقناه ميسر محمد الفكهاني، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نشوفكم الحلقه القادمه. والسلام بقى استاذ شريف، يا يتنعم علينا بموشح كمان يعني. يا سيدي مش مشكلة، بس مش حد على فكرة بنحاول نفتكرها. جميلة. انا بحب اسمعها والله، بحب اسمعها، بس عشان اديها واغنيها يعني بقالنا كتير قوي ما يعني ما اديناهاش ما غنيناهاش. هو كمان احنا لذلك وقفت كتير حتى في السولفيج بقى عمالها تهتك شوية، بس طبعا احنا متفقين ان احنا انتوا قاعدين معانا واحنا قاعدين معاكم والدنيا. وبعدين انا قلت لك وهم اكيد عارفين يعني، اصل في ناس قبل كده كتبوا لي برضه على الفيسبوك يعني يفضل التحضير الاول. انا في حاجات بنحضرها، اصل مش داخل اعمل رساله ماجستير ولا دكتوراه، احنا قاعدين في بيتنا. فانا بالعكس انا 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 ببقى بستفيد جدا من الغلطات اللي بعملها يعني، لما باجي اسمع الفيديو بعد كده لما غلطت هنا كذا كنت المفروض اعمل كذا وبتاع، ماشي انا بستفيد، ما انا لو ما غلطتش مش هتعلم يعني، اكيد. فلو بدنا فالحلو ان انتوا احنا بنغلط مع بعض وبنقول الصح مع بعض وبنصلح مع بعض يعني. هو مطبخ، هو ايوه مطبخ، مطبخ اعتمد على طرف لساني والله. نعم. يعني هو مطبخ الفن، احنا قاعدين مع بعض كده بنفتكر حاجات من زمان ونحاول نقولها. كل الموضوع ان احنا ممكن نحضر اللحن بس قبل الحلقه بحاجه بسيطه عشان يعني لو في هنا زله لو في بتاع ما يبقاش في، او لو طولنا في ان احنا نطلع جزئيه معينه او نتاكد من جزئيه معينه ما نطولش عليكم. لكن تحضير بقى كلام وداتا والكلام ده لا، مفيش الكلام ده. طيب الى ان نراكم قريبا ان شاء الله، كونوا في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.